ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. نعم، كرامات الأولياء يصدق بها أهل السنة، ويقول للأولياء كرامات يكرمهم الله بها، كما ذكر الله من قصة أهل الكهف وأنهم لبثوا في كهف 300 سنين وازدادوا 9، وقصة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وغير ذلك كثير، قصة جريج العابد. وإذا كان هذا في الأمم السابقة ففي أمة محمد كذلك تكون هذه الكرامات. نعم.